كل التحيات لكم أصدقائي مع هذا اليوم الميلادي، ميلاد مجيد. بنتمنى لكل الأصدقاء يلي عم بيتابعوا تلفزيون لبنان، وبتمنى لكل الأصدقاء يلي عم بيتابعوا هن مارقين بظروف صعبة، بمعاناة وبمحنة، مع ولادة المخلص تنتهي كل معاناتهم، ونقول فعلا ولد المسيح، هللويا. بنبدأ حلقتنا اليوم تنضوي على موضوع بنحكي عنه مع بسمة، على ترتسم على ثغرنا من خلال هذه الجمعية اللبنانية اللي كل أيام نلتقي معها. بنشعر نحن بالتفاؤل كبير، لأنه بيتحدوا كل المصاعب والمعاناة بقدر كبير من الثقة، التفاؤل، الدينامية، وما بيعرفوا الكلل. ولكن شو هو الجديد هذا العام؟ اسمحوا لنا نرحب بمؤسسة ورئيسة جمعية بسمة لبنان ساندرا خلاط. عبد النور، أهلا وسهلا فيك. شكرا. بدي أشكرك، دايما بتستقبلني بأحلى نهار بالسنة، نهار اللي ولد فيه المخلص. يعني نحن بنعكس كل أيام يلي أنتم بتشتغلوا فيها، صح، وبتتعبوا وبتعانوا لحتى تقدروا فعلا تقدموا البسمة لكل الناس ولكل المحتاجين. ولكن ستنا اليوم اللافت هو الشراكة اللي جمعت بين جمعية بسمة وتاتش لبنان لإنشاء برنامج للمدرسة الليلية. نحن كنا ديجا حكينا قبل عن يعني الدراسة الليلية وقديش دور بسمة عم بيكون كتير كبير، ولكن فعلا الشراكة شو ممكن تعنينا أكثر من خلال كل التفاصيل؟ نحن ببسمة عنا برامج عديدة، من المساعدات الغذائية لترميم البيوت، للتعليم، لكل شيء تربوي. رح نحكي عنهم ديتايل، صح، نعم. وحتى التوظيف والتدريبات المهنية، كل شيء بخص العائلة، كل شيء العائلة بحاجة حتى له. تصريف زيت الزيتون مع المزارعين، وقفتوا حدهم وصرفتوا 100%. مهم العائلة توقف على إجريها، برافو، بطريقة ما، ونحن حد العائلة اللبنانية. نعم. بس بالوضع الحالي أهم شيء هو التعليم، لأنه كل شيء تربوي، لأنه اليوم عم حتى الشركات تجي تتوظف ما في مستوى، بتشوف اولاد عمرهم 13 و14 و15 سنه لبنانيه، عم نحكي اكيد، قاعدين ببيوتهم، هول شو مستقبلهم؟ شو مستقبل جيل لبناني كله، وشو مستقبل لبنان وقت الجيل عم بيكبر بدون علم؟ شو مستقبل بلدنا بهالطريقه؟ مشان هيك التعليم هو اهم شيء، وبنشكر شركه تاتش اللي لو ما هن وقفوا حدنا ما كنا قدرنا ننشئ هالمدرسة، وهلا بنحكي عن عليها بالتفصيل. يا ريت بتحكيني عنها، لأنه بعد شوي رح نشوف عنها ريبورتاج، ولكن حتى نسبق اللي رح نشوفه، لحتى الإطار اللي من خلاله كنتوا عم تشتغلوا فيه ببسمة تجدد مع المدرسة ودعم شركة تاتش، ولا كيف؟ أكيد، لأنه نحن أكيد كنا نعطي يعني نعمل أجندة مع التلاميذ، كان يجي متطوعين من الجامعات يعطوا 1-to-1، يعني يقعدوا كل واحد يعمل أجندة بعد الظهر. أوكي. هذا الشيء، هذا البروجرام بعده مكفى، مش هذا صلب الموضوع. المدرسة هي للأولاد اللي أهلهم عم بيقولوا مش طالع منهم درس، عم بيكونوا بمدارس رسمية، عم بيكونوا عندهم ميان 7 سيرفان او 8 سيرفان. ليه رسمية؟ شدتي عليها رسمية؟ لأنه هن بالمدارس الرسمية. وهلا فينا نفوت بالتفاصيل بعدين، بس تقلك إنه الأولاد هول كانوا رح يروح مستقبلهم وقت أهلهم عم بيحطوهم بالبيت، يعني راح مستقبلهم. نحن عم نترجى الأهل بليز أعطونا فرصة نحن نشتغل مع الأولاد، عم بيفوتوا على المدرسة ونجحوا كلهم هذيك السنه معدوز وتراز ميان، 95% كان في نجاح. نسبه نجاح، وحتى بالتقديم الرسمي اللي هو البروفي. فما بدنا نقول الاولاد مش طالع من امرهم درس، بس في كل الباكج اللي عايشين فيه الاولاد، ان كان بالمدرسه او بالمنزل، اللي ما عم بيساعدوا هالولد ينجح. مش الولد مش طالع من امره درس، بدك تعطيه المعطيات اللي لازمه بينجح الولد. اليوم نحن تعاوننا مع شركه تاتش، يعني يا ريت بتحكيني بالتفصيل، ولا بتحبي نشوف الريبورتاج قبل؟ بدك نشوف الريبورتاج ونحكي عن كل التفاصيل. جورج، اذا ممكن نشوف سوا الريبورتاج ونرجع نتابع لقائنا. بوقت الأزمة الاقتصادية عم تتفاقم، تخيلوا قدي صعب لأهل أنجا عم بيقدروا يأمنوا لقمة العيش أنه يهتموا بتعليم أولادهم. وقت الجهل والأمية عم بيتزايدوا، تخيلوا قدي صعب لتلميذ أنه ينجحوا وقت ولا هن ولا محيطهم بيأمنوا بقدراتهم ومستقبلهم. مشان هيك أنشأت بسمة المدرسة الليلية، تعالوا نكتشف سوا كيف العلم نور حتى بالليل.
كتير ولاد وشباب بلبنان عم بيتركوا المدرسة بعمر صغير بسبب علاماتهم الواطية نتيجة البيئة يلي عايشين فيها والفقر والبرد والجوع، وصاروا معرضين لكل أنواع الانحراف وفقدوا الأمل بالحياة وبالنجاح. بسمة بدعم شركة تاتش ضوت لهم نجوم الليل لما فتحت لهم بواب مدرستها الليلية، وقدروا هالتلاميذ بشهور كتير قليلة يعطوا نتائج مذهلة وينجحوا كل فحوصاتهم وسنتهم بفضل متابعة بسمة على الصعيدين التعليمي والنفسي. نحن عم نأمن وجبة غذائية يومية لطلابنا تيكونوا عم بيدرسوا ويضلوا مركزين لآخر النهار. كمان عم نجيب التلاميذ بالباصات تبع بسمة على المركز لهون، وعشية نحن منردهم كل واحد على بيته مع سيرفيانت بالأوتوكار. الجو بالمدرسة عم بيكون كتير حلو عائلي، هيدا الشيء عم بيسمح لطلابنا يكونوا عم بيحسوا بالأمان ويعطوا نتيجة منيحة. ورا نجاح طلاب مدرسة بسمة الليلية في أكيب عمل وأساتذة عم تشتغل كلها بإيد وحدة تنقدر نكون عم نوصل للهدف. مع الوقت قدرنا نحقق تقدم ملحوظ وقدرنا نشتغل على صعيد الجماعة وعلى صعيد الفرد ضمن متابعة شخصية تنقدر نكون عم نحل نواقص المعلومات اللي هي متراكمة عند تلاميذنا من الصفوف الصغيرة لليوم. كانت خبرتي ببسمة مميزة كتير لأنه كان في تعاون وتواصل كتير حلو بين الطلاب والأساتذة. هالشي عكس على علاماتي، كان عندي ضعف بالفرنسي والعرب أكتر شيء، وهالتواصل المريح والحلو خلاني أشقل وأنجح بالبروفة. هديك السنة بالنات سكول تعرفت على رفقة جديد وكان الجو حلو وعائلة وحدة، وتقدمت بكل المطيرات وخصوصا المات، وتقويت بالمدرسة، تقدمت علامتها من موين ديس لموين تريز. Touch has always advocated for education as one of the most important pillars of societal development. And the education not only provides the youth with knowledge, but also allows them for their personal development in the long run. And the night school program is in perfect harmony with Touch Corporate Sustainability Program. We call it Positive Touch, focusing on education and the youth pillar that aims to ensure good quality education for children and the youth across the country. On the other hand, this initiative fulfills the United Nations Sustainable Development Goal number 4, which is relevant to quality education. 95% of the students who attended this program improved their grades more than 9%, almost 10% this year. And on the long run, the program will transform the lives of these students by reinforcing their confidence and enabling them to break the cycle of poverty. I visited Bassma night school. I was really impressed what I saw there. And this really reminds me something, because I visited many different parts of the world and I saw something very deep in this society. You guys have very successful NGOs and a lot of women leadership in these NGOs. I think you are bridging a very important gap in the society and in the country. And again, I want to finish by thanking Bassma, Sandra and the teachers for giving us this opportunity, and we'll continue. Thank you, Touch! Thank you, Bassma! هون الأرقام بتحكي. 95% هي نسبة النجاح بالمدارس والفحوصات الرسمية. بفضل جهود بسمة ودعم تاتش، بفضل وجودكم حدنا خلال كل هالسنين، بفضل النية الطيبة بيتحول يلي ما كان في نوى منهم لتلاميذ حاضرين ينخرطوا بالمجتمع، يكسروا دوامة الفقر ويحلموا بمستقبل أفضل.
متابعين معكم أصدقائي، العلم نور حتى بالليل، حلوة كتير حلوة، وبالأخص إن هي اسمها نايت سكول، وترجمنا هذا السلوغان بالعربي. بخلاصة اللي كنا نحن عم نشوفه، عم نشوف إنه جو تفاؤل شامل للكل. أكيد يعني هذا بيرجع لتصميمك والاستراتيجية اللي أنت حددتيها من بداية ما بلشتي حتى تقولوا بدنا نعلم الأولاد بجمعية بسمة. ولكن كيف عم نقدر نتابع يعني نفس الأطفال، نفس الشباب، نفس الصبايا ببلشوا معكم وبيبقوا من سنة لسنة؟ يعني محلهم محجوز بسكر على غيرهم، ولا وقت اللي بيصير قوي مثل ما شفنا الطالب اللي عم تحكي بتروح بيجي غيرها؟ أكيد ما بهمنا حدا يأخذ محل حدا، بالأخير البادجت اللي حاطينه تاتش نحن يعني ما فينا كتير نتخطي عدد التلاميذ. قدي عنا 60 هلأ كل سنة، سو ياريت منطلع أكتر. أنا هيدا صراحة أنا بلاقي الحل للبنان هلأ للجيل الجديد هو إنه يكون في مدارس مثل هيدي تقدر تكون بكل لبنان، لأنه أو لازم المدرسة الرسمية تقوم بدورة فعلياً، ونحن لأنه اللي عم نشوفه كتير بزعل كل الطلاب طلاب مدارس رسمية هون؟ أكيد أكيد ما بدي أشمل كل المدارس الرسمية، أكيد في منهم عم يشتغلوا بطريقة جدية وكتير منيحة، بس نحن عم نشتغل مع 5 مدارس رسمية وعم نشوف إشي ما بتفوت بالعقل. يعني التلميذ نعم كيف يعني قد ما يكون عم بيكافح وعنده مجهود شخصي ويكون شاطر بجو مثل الجو اللي عم بيدرس فيه وبجو المنزل اللي كمان عم بيرجع عليه بالليل، يعني ما في ابدا يعني جو ملائم هو ينجح. وين مقر المدرسه؟ فرن الشباك عين رماني. عين رماني. يعني انتم ما عندكم هلا امكانيه تزيدوا عن ال 60 الا بسبونسر جديد صح او مشروع جديد؟ 100% 100% هي قصه سبونسر. بدي اشكر تاتش لو ما هن، لانه الكلفه كثير عاليه بين ما ندفع الاساتذه، التنقلات كثير غاليه، لانه عم نردهم كلهم بالليل على بيوتهم. وين؟ بمحيط بمحيط طلع البيوت منا بالمحيط ابدا، البيوت كثير بعيده، يعني هالتلاميذ بيجوا من مناطق كثير بعيده. لوين عم نحكي؟ ابعد شيء ممكن يوصل اوتوكار؟ عم نحكي كفر شيما، عم نحكي يعني بيجوا من كفر شيما مثلا على الشفيه، في مناطق ابعد بعد. نعم. او بيكون بالكارنتين. رح بتجيبوهم من البيت بترجعوهم؟ بنجيبهم مش من البيت، بنجيبهم من المدرسه، وفي سيرفيانت بقلب الباص بس نضمن انه هالولد طلع معنا بالباص. نعم. مش قال لهم للمدرسه انا رايح مع بسمه ولبسمه يقول لهم انا مريض مثلا. نعم. كمان في عنا خوف انه الولد هو تحت مسؤوليتنا. نعم. وقت يظهر من المدرسه عنا سيرفيانت وعنا الفيش دو بريزانس وبيوصل وعنده وجبه غذائيه، لان ما في دار ما بيدفعوا شيء ابدا 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 ابدا. الترانسبور واكل كل شيء. بدي لك شيء، الوجبه هي كنايه عن ساندويتش يا دجاج يا روستو يا حبش وجبنه ومافن وجو، بياكلوا نص الساندويتش وبيتركوا الباقي لاخواتهم وقت يرجعوا على البيت يعطوهم لاخواتهم. بقى شو بدك تدفعهم؟ ما في امكانيه. بعدين بسمه ب 16 سنه ولا مره مدافعين حدا شيء بتاتا. نعم. ولا مره، ولا الوجبات الغذائيه ولا الباكيه اللي بيوصل كل شهر ولا شيء، ولا مره ولا ظهره ولا مره بحياتهم شخص ببسمه دفع شيء. يعني للناس اللي هلا عم بيتابعونا تننهي هذا الموضوع وننتقل لغيره ببسمه، شو ممكن نطلب منهم يلي قادرين انه يقدروا يساعدوكم؟ طالما انت عندك طموح ال 60 طالب نزيدهم يكونوا 70 80. نعم. هن لازم يكونوا 60,000. رح اقول لك شو بدنا نبلش شوي شوي. رح اقول لك في مشكلة. انتم بيستوعب عندكم بالمدرسه بيستوعب اكثر من 60 اليوم؟ بيستوعب اذا في شيفتات زياده. نعم. يعني مع شيفتات نحن بنستعمله ثلاث مرات بالاسبوع، فينا نستعمله ثلاث مرات ثانيه. نعم. بس تاتش نحن فايتين معهم بكشراك حقيقية، وأنا اللي حبيته أنه هنا مش جايين بس يدعموا يعني ماديا. نعم. هنا كانوا موجودين معنا ودعم معنوي وفهموا جدية وأهمية المشروع. دعم على كم سنة؟ نزلوا على الأرض وشافوا الموجود. الدعم على كم سنة؟ هلأ رجعت جدد كل سنة بسنتين من جديد إن الله راد يضلوا، لأنه شافوا النتيجة وشافوا التلاميذ وشافوا المدرسة. بس المشكلة الحقيقية اللي بالبلد هي إنه وقتها في جيل ما في إحصاءات على الموضوع. نعم. في إحصاءات عن بسمة تقريبا 17 أو 20% من التلاميذ عم بيكونوا بالبيت بعمر من عمر 13 وطلوع،
لبنانية. هذا خطر كتير كبير على مستقبل مجتمعنا، شعبنا وبلدنا. ما بعرف ليش ما حدا عم بيحكي بالموضوع، بيتخانقوا على كل الوزارات، وزارة التربية ما بعرف ليه ما حدا بيتخانق عليها وهي أهم وزارة بلبنان. يعني صراحة يعني عم بيصير في جهل، والجهل ما هو اللي ما تعلم ما في يرجع يتوظف، وإذا ما في وظيفة بصير في تسرب اجتماعي، وهذا يلي مفروض نحن الحال في انحرافات عديدة. المجتمع كله رح يفرط. تعتبروا أنتوا يعني سكرتوا ثغرات يعني الانحراف؟ طيب سكرنا 60 ولد، عندك قدي مفروض هيدي عينة، برافو، مفروض يكون 60,000 ولد صراحة، أو لازم هالوزارة تاخد، وإذا عندهم مشكلة أنا أحكي هيك صراحة يواجهوني، وعندي كل المعطيات فيه يواجهون فيها. أنا عندي دوسي فينا ناخد فكرة يعني قديش عم بيكلفكم الطالب؟ طالب عم بيكلفنا $1,000 بالسنة، منا شي $1,000 بالسنة، بس تنشو تنغطي ثغرات مع الوجبة الغنائية مع الترانسبور مع التعليم وكل شي، بالمات فيزيك شيمي بيو فرنساوي عربي، عم نحكي عن كل شيء، عم نحكي عن نواقص متراكمه من هن وصغار، مش اجنده مثل ما بنعمل مع المتطوعين، بروجرام بامه وبيه عم نرجع نعيده ونعمل نرجع نعمله مع الاساتذه من اهم المدارس الخاصه اللي عم بيجوا يعطوا من وقتهم ويكونوا معنا. التزام قائم بالصفوف؟ اكيد اكيد، في سيرفيانت وفي المديرة السنتر مثل ما شفت، وبنعمل لهم. بعدين مش بقى صارت قصة، ما هي المشكل انه هالتلاميذ عم بجربوا شيء مدري شو، بيشطبوا حالهم وبينزل دم، شيء بتوقف وحده بنص الصف بتقول انا بدي انتحر، شيء بينهاروا، شيء بيبكوا. ايه عم نشوف، يعني صرنا عم نعمل متابعه نفسيه. ليه شو السبب؟ لانه مهملين بالبيت ومهملين بالمدرسه، هالولاد متروكين، يعني الاهل ما بقى عندهم وعي. انا وقتها بلشنا بصمه من 16 سنه، كان البي والام بيبيعوا كل شيء مهم للاولاد يتعلموا. اليوم اللي عم بيصير وقتها الجهل من جيل لجيل عم بيزيد. نعم. حتى الاهل ما بقى واعيين لاهميه التعليم، عم نوصل لوقت انه الاهل بيشيلوه من المدرسه، مش طالع من امره درس، بحطوه بالبيت. نعم. الولد متروك، الام اللي بتطلق البي بتروح بترجع بتتجوز، بترجع بتجيب غير ولاد، وما بقى بتطلع باولادها. تفكك اسري كلنا عم نعاني منه، في تفكك اسري وللاسف في مجتمعنا. يعني نحن بالنايت سكول بمدرسه بصمه عم نقضيها نعمل لهم سيشن ريزيليانس بوزيتيفيتي، يعني سويفي بسيكولوجيك والايكوت. لو ما هيك ما كانوا نجحوا، مش بس بدها اساتذه، بدها الشقين مع بعضهم. اليوم الناس اللي عم يتابعونا وبيعرفوا يعني مدى اهتمامك يعني بالاحوال الانسانيه وكبار السن وكل الحالات اللي ذكرتيهم حضرتك ببدايه اللقاء، اهتمامك بالمدرسه بخفف شيء يعني من باقي المشاريع، ولا كل يعني مشروع عم بيكون محافظ مع فريق عمله على كل ما هو مطلوب منه؟ ايه صراحة اكيد بالاول بياخد من وقتي، لانه انا شخصيا بفوت بكل التفاصيل بالبروجرام حتى مش بلون الحيط بالبويا ده، بفوت بكل التفاصيل. بس بما انه وقتها بيقلع على البروجرام وبأمن انه في اشخاص هن كفؤين قادرين يقوموا بالمهمة، انا اكيد بضلني عم تابع. نعم. بس البروجرامات كلها بدها تضلها ماشي عادي، يعني ما في شيء بيوقف ببصمة، اكيد ما في شيء بيوقف. هلا شو عندك اهتمام بفترة الاعياد؟ كنتوا تعملوا كثير كمان، كان عندنا 20 نشاط. نعم. تقريبا كل يوم عندنا نشاط او نشاطين. نعم. ببصمة على عيد الميلاد. نعم. مع المسنين، مع الاولاد الصغار، مع حضانات كمان، في حضانات نحن بنساعدهم مع الاولاد التينيجرز والاكبر شوي. نعم. وتلاميذ المدرسه. طيب. يعني عملنا كل الناس لازم تحس بفرح، لقول عائلات اكيد. هلا بخبرك العيال شو عملنا معهم. طب الناس كمان يلي هلا عم بتابعونا بيتسائلوا، انتم مين عم بيساعدكم وقت اللي بنشوف غير جمعيات مقصره مش قادره وبتعلي الصوت وبتقول الوزاره غايبه والدوله غايبه و و وفي غياب لاصحاب الايادي البيضاء اللي كانوا يساعدوا ويمدوا يد المساعده؟ بس ما كيف عم تقدر تتابع الاستراتيجية المهمة؟ كلنا نعرف ولا. نعم. مرة اخدين ليرة من الدولة اللبنانية لحد هلأ؟ أبدا ولا مرة. ولا مرة لحد هلأ من 16 سنة لهلأ. ايه عنا دعم معنوي من كل الوزارات المختصة أكيد، ومن برام. كل الوزراء، بس ما ولا مرة كان عنا دعم مادي. نعم. صراحة وصلنا لمحلات هديك السنة بالأخص كانت كتير كتير صعبة،
لأنه الناس ما بقى عندها القدرة تساعد، حتى اللي كان يساعد ما بقى يساعد، يعني كان عندنا تبرعات وقفت، ونحن بنشتغل كل شغلنا مع شركات ومع الأفراد، والشركات بتعرف بالوضع الحالي، بتعرف في 2200 شركة سكروا هالسنة، يعني أول شيء بوقفوا هن التبرعات، عندهم المعاشات، عندهم 100 دفعة، سو بوقفوا التبرعات، ونحن كل اتكالنا كنا عليهم، سو أكيد نحن تأذينا كتير مثل كتير جمعيات، وإذا جمعية ما حدا نساعدها، جمعية ما فيها تساعد، يعني ما هي حلقة مسكرة. مزبوط. حتى لو البروجرام موجود إذا ما فيه مصاري بيوقف. شو عملنا؟ كيف سكرنا الفراغات؟ صراحة قررت هالسنة من بعد هديك السنة، أكيد كان شهر كتير صعب بنوفمبر هديك السنة، عملت اتصالات أول مرة بعمل هيك، أنا عادة كتير بتركها قلوية، بس فهمت أنه بالوضع الراهن لازم أنا أعمل جهد مضاعف بهذا الموضوع. أنا عادة أكتر على الأرض بالمشاريع وهيك، ما كتير بركز يعني على الميديا، تقول يا الله بيبعث كانوا يجوا. هلأ دخلنا على الخط، ركزت على الموضوع وتحسنت الأوضاع الحمد لله هالسنة. طب اليوم المساعدات حكينا عن 60 طالب عم بتأمنوا لهم، ولكن يعني باقي المساعدات أعدادها عم بتزيد ولا عم نحافظ بضآلة الأوضاع الاقتصادية محلها؟ عم نحافظ، يعني صراحة كعنا مطاعم بيعطونا وجبات ساخنة لمطعم البسمة اللي بيفتح تقريبا كل يوم للمسنين، بعده لليوم عم يفتح كل يوم؟ كل يوم بجهد كتير صعب لأنه كلهم كل كمان عم بيوقفوا. صح. شو طابخين اليوم؟ اليوم التنين لا اليوم نحن عنا ما خلينا حبشي، ما في حدا ما وصل له حبشي، بهل عنا شي 1000 عائلة ومسنين وصلهم حبشات بفضل كل هال كمان الأيادي البيضاء اللي عطتنا حبش العيد ووجبة العيد كلها متكاملة مع الرز وكل شيء. انتوا طبختون ولا اجوا مطبوخين خالصين؟ في منهم يعني المسنين اللي قاعدين ببيوتهم ومريضين وبمطعم البسمة مطبوخ خالص، العيال اللي عندهم فرن وهيك اكيد وصلهم الحبشه والرز وكل الباكيت لحتى هم يشتغلوا فيها. صح. وبدي اقول لك انه نحن عندنا الجيفت ماتشنج بروجرام، كل سنه بنحطه على الفيسبوك، كل الهدايا اللي هن بيتمنوها العيال بنحطهم على الفيسبوك. في شركه حجزت كل الهوم ابلاينس، يعني الفرن، البرادات، الهوفر، المايكروويفز، السيشوار، الدفايات انحجزوا اتاخذوا، البيسيكليتات كلهم اتاخذوا الحمد لله، اللعب كل الاولاد عندهم لعب. هلا بعد في تيب ما اتاخذوا بعد، نتمنى اذا بعد في ناس عم تسمعنا يفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك اللي هي بي ا دوزس ام ا بسمه، يشوفوا البروجرام ميك كريسمس ويش كم ترو، ويشوفوا الهدايا اللي بعد ما انحجزت، معظمها هن ملابس. نحن كل جمعه كل اسبوع من السنه بنوزع ملابس. كل سنه كل اسبوع بنوزع كل شيء على يعني مدار السنه كلها، على مدار السنه يعني. نحن عندنا الويكلي ماركت بنسميه سمايلي ماركت، تيب كل شيء خاصه بالمدارس، شنط، اكل، مواد غذائيه، كل شيء. طب اللي عم يسمعونا وبحبوا انه يتلقوا هذه المساعدات شو بيعملوا؟ اكيد فيهم يتصلوا فينا على 01-393-0777. نرجع نعيدوا اذا ممكن، 39 لا 01-39-3-0-6-6 ايه على اللي يتصلوا فينا، نحن مكتبنا بدارو، فيهم يوصلوا لنا اياهم. بس بعيد الميلاد بالاخص وبالكل الاعياد نحن بنعطي ملابس جديدة مش مستعملة بقى، مشان هيك بس بالعيد. لكم عائلة تقريبا؟ عنا 1000 عائلة وصلن هدايا وظهرات. هلأ كل يوم عنا صورتي شي، عنا رحنا على فيلا سديسات، شي على الفوكس اند فروغ بالأشفي، شي على الكازينو عزمنا، شي على المول سن الفيل، كل يوم عنا حفلة مع أولاد. انت بترفقيهم دايما ولا في حد؟ وقتها بقدر لا يعني دايما يعني تقريباً نص الظهرات أنا عم بكون معهم أكيد، أوقات إذا مجبورة أكون مع أولادي وما بقدر بضطر ما أروح كون حدا محلي. طب اللي بدي أقوله يعني بموضوع كمان كثير مهم، يعني كنتوا عم بتساعدوا المزارعين المتعثرين، يعني حتى أنتوا دخلتوا على الزيتون وعلى الزيت وصرفتوا لهم إنتاجاتهم، قديش مهم نقول أنتوا قادرين تعملوا كل شيء مرة واحدة، يعني ما عم ترتاحوا وتقولوا بدنا ناخذ نفس لو عم تشتغلي هون وهون وهون وهون. قديش عدد فريق العمل اللي بيساعدك؟ نحن كثير قليل بالمكتب، بتخيل نحن اقل جمعية عندها موظفين، في حسب الاوقات يا شخصين يا ثلاثة موظفين بالمكتب،
وعنا الدرايفر بيجي هيك، بس كله اكيد متطوعين. وهون الاصعب لانه بدك تعمل مانجمنت للتطوع، التطوع منه ثابت ومش دائما عندهم وقت. سو عنا نحن الجهاز يعني عندنا الاورجانيزاسيون الطويل العريض، عندنا خبره كمان بالمانجمنت تبع المتطوعين بطريقه بنظم لهم كل خبراتهم وهن بينبسطوا كل خدمتهم بحسب الوقت اللي عندهم يعني. صح، بس هذه بدها كثير جهد ووقت، بس نحن مبسوطين ان نشتغل بالفولونتير مانجمنت. طيب اليوم نحن باطار الكلام عن المساعدات وعم نحكي بزمن الميلاد، شو عندك يعني بعد افكار طموحات انت مخططه لشيء؟ طالما حكينا نحن عن امور كلها صارت معك انت، ولكن اليوم بال 2018 ومع ختامها، شو عندك بال 2019؟ صراحه نحن بنشد وبنعطي من وقتنا وجهدنا وكل شيء تنقدم لقدام هالعيال، والبلد بيرجعهم كل بيرجعهم 100 سنه لورا. نحن نشد لقدام وهن بيشدوا لورا، هن اقوى لانه البلد كله عم بيفرط. انا اللي بيهمني انه اكيد نحن نهتم بالمواضيع الرئيسيه اللي هي التعليم والتوظيف والتدريبات. جو البلد ما عم بيساعد، يا ريت كل الناس تحط ايدها بايدنا. نعم. او اذا ما بيحطوا ايدهم بايدنا يشتغلوا بهالمواضيع اللي هن اهم شيء بهالبلد بالوقت الراهن. اكيد العيال في جوع، ما حدا بيعرف، تعرف انه العيال اللبنانيه عندهم كرامتهم، عندهم من كرامتهم يعني ما بيحبوا يطلعوا على التلفزيون، ما بيحبوا يحكوا قد ايه حالتهم بالويل، بس نحن اللي عم نروح وعم نزورهم ببيوتهم، عم نشوف هالبيوت، تعرف انه في عيال ما عندها تخوت، ما عندها كنبيات، ما عندها فرن، اوقات في نسوان ما عندها فرن بالمره او بيكون عندهم عين واحده، بيطبخوا عليها بيكون عندهم ثلاث اربع اولاد، ما في براد، طب عائله اولاد بيعيشوا ببيت فاضي، نحن كل السنه في ناس بيعطونا كنبياتهم هيك، نحن عندنا ترميم البيوت اصلا وفرش البيوت. هالسنه ما عملتوا لانه كنتم الهيئه ما عملنا ترميم بيت كثير كبير، بس نحن كل السنه بنفرش البيوت، يعني ما في شهر ما بنفرش خمس ست بيوت من تخوته لكنبيات، بفضل كل الاشخاص اللي عم بيعطونا كنبياتهم وتخوتتهم والفرشات وال يعني كثير مهم الناس تفكر بغيرها انه عن جد في بيوت فاضيه. بس انا اللي بدي اقوله انه الناس ما بتعرف قد ايه حاله اللبنانيه صعبة بالويل وصعبه، بيفكروا انه بس حاله اللاجئين صعبه، اللاجئين بيطلعوا على التي في، اللبنانيه ما بيطلعوا على التي في، هيدي هي الفرق الوحيد، اللبنانيه عايشين بصعوب اوقات اصعب من اللاجئين. طب اليوم انتم كمان عندكم الاهتمام بالنساء اللي غالبيتهم اما ارامل او مطلقات او اصيب ازواجهن بيعاها او دخلوا السجن، يعني هذه كنا دائما نحكي عنها، بعدكم عم بتتابعوا كمان هذا البرنامج؟ اكيد اكثرية النسوان هيك اكثريتهم شو؟ بيكونوا نسوان عم تربي اولادها لحالها. نعم. ومشان هيك نحن بال 2015 طلعنا اول جمعيه بلبنان. نعم. ربحنا الومن امباورمنت، لانه هالنسوان وقت عم نعمل لهم بوزيتيفيتي كل جمعه عندنا كورات للنسوان، نجمعهم وندربهم ونعمل لهم ريزيليانس بوزيتيفيتي لانه منهارين. مين اللي عم بيكون معك؟ ناس اختصاصيين؟ اكيد بدي اشكر كمان بيناتهم المشهور يعني كثير معروف ميلاد حتشيتي اللي بضل حدنا بيجي. نعم. كمان هو متطوع وبيعطي من وقته كرمال نقدر نقوي هالنسوان، نعطيهم اوقات زومبا ويوغا واشياء واحد ما بفق بس بيريحهم. قديش عم بتحسي عم يتقبلوا؟ بيتغيروا كليا، بيكونوا. نعم. منهارين، بيبقوا كل الوقت بصيروا بيقووا، بصيروا بيضحكوا مبتسمين، بيقووا. بدها تتوقف حد اولادها تكون قويه، ما فيها تكون منهاره، يعني تكون عم تاخذ ادويه اعصاب تصير مبتوحه بالتخت، مين بيهتم بالولاد؟ يعني نحن انا ادويه الاعصاب ما بحبها، يعني انا ضد هذا الشيء. نحن هدفنا شو مستعيد عنا للضروره يعني تتابعهم نفس تعمل متابعه نفسيه اللي هي لها كلفه اكبر وبدها وقت اكثر. هيدا الدواء يعني واحد هيك بده يخلص من الثاني بيعطيه دواء، بس هذا مش الحل. نعم. الحل انه نكون حدهم، نعمل لهم كل هالكرات التدريبات كمان ونعطيها المعنويات بمجرد ما تعرف انه بس ما حدا هي بتصير مبتسمه. طب اليوم كل هالمواضيع اللي نحن عم نحكي فيها، يعني قديش بنقدر نقول انه دوركم انتم هو عمود اساسي بالاسره اللبنانيه من خلال كل المساعدات؟ يعني طبعا بتحتاجوا انتم الى اقصى دعم، الى اقصى 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 امكانيات ممكن انه تنوضع، لانه من 16 سنه لليوم الكل اجمع على تجربكم الناجحه. صح. لانه يعني اليوم بشوف شو انا شو قلتي لي الوزارات ما حدا عم تقبض، ما عم يدفعوا لكم كجمعيه بسمه ابدا؟ لا يعانت
بدي أشكر الوزير بعاصي اللي عمل مجهود نعم. كبير ناخذ العقد اللي هو مثل كأنه شيء امبوسيبل. صار لي من وقت ما بلشت بصمة بال2002 نعم. ما خلينا وزير شؤون اجتماعية ما رحنا لعنده على كرمال العقد وقولوا لك ما في ميزانية. الوزير بعاصي أول واحد بتعاون وقال هو هذا مش هذا من واجبنا حلو. مش عم بيربحني جميلة فيها يعني نعم. هذا من واجب الوزارة تعطي كبير العقد؟ لا ما كتير كبير بس بعد ما أخذناه لأنه ثاقبت وقتها صار بده يعطيه فاتو بقصة تصريف الأعمال فمثل بتخيل ما عندنا نصيب مع الدولة. شو موفر لكم يعني هالعقد في حالة توقع يعني هو سنوي بيكون؟ عقد سنوي ولا دائم؟ هو سنوي بس مثل ما فهمت نعم. أول شيء مثل هالسنة عم بيدفعوا تبع السنين الثلاث أربع سنين لورا نعم. يعني متأخرات صح والجمعية بتحط شوي وهن بيدفعوا بعد المتأخرات. طيب وين ممكن توفي يعني الإمكانيات الجديدة اللي ممكن نكون تحصلوا عليها بجمعية بسمة؟ الإمكانيات؟ شو عنا نعمل؟ ما بعد بعد في أيادي بيضاء بلبنان بركي ما بيعرفوا وين بدهم يساعدوا أو ما بيعرفوا كيف بدهم يساعدوا. شو بنقول لهم؟ نحن عنا برامج عديدة اللي بيهمه التعليم في يساعد بالتعليم اللي بيهمه يساعد بالوجبات الغذائية المطاعم اللي فيها تقدم وجبات ساخنة أو وجبات ما ضروري تكون ساخنة فينا نستعملها بعد يعني يعطونا إياها نحن بنرجع تاني نهار منوزعها. كل الجمعيات اللي فيها تحط إيدها بإيدنا كل واحد على صعيده على طريقته في يعطي اللي فيه بده يغير عفشه يعطينا إياه نحن ما منجيبهم لعن بصمة دغري من الكاميون نبعته على البيت الفاضي يعني نحن بنعرف البيوت اللي بحاجة دغري بنبعت ما بنعمل ستوك عنا يعني كل الناس فيها تعطي على طريقتها. بعرف انه الوضع صعب على الكل بس انا شهدت بهالشهر ولا مرة هالقد كان في تعاون. كل الناس تلفنت وكل الناس عطيت وكل الناس بطريقة ما مطاعم وكل الناس يعني قدرنا نوصل الحاجات لألف عائلة بشهر يعني ياريت كل السنة هيك مش بس نعم. عيد الميلاد لأنه العيال بحاجة عيد الميلاد يحسوا بالعيد بس كمان ما نعم. لازم ينتركوا كل السنة. أنا بالختام بدي أشكرك بدي أقول لك إن شاء الله ميلاد مجيد وسنة مباركة وينعاد عليكم وكل أيامكم عطاء. شو بتحبي تقولي اليوم كرئيسة ومؤسسة لجمعية بسمة لبنان للناس اللي هلأ عم بتابعونا بلبنان وخارج لبنان عبر الفضائية شو بتحبي تقولي لهم؟ أنا بحب دايما أحكي بتفاؤل. بدي اول شيء عيد كل المشاهدين وعيدك نعم. انت دائما ورانا ومعنا حطكن على طول نحن صح نعم. بدي نحن نحكي بتفاؤل اكيد البلد ما في شيء واحد يتفائل فيه بس بنخلي ايماننا قوي بالاخير هذا بلدنا مش بلد الجيران يعني نحن ما فينا نكون هون سواح مجبورين نشوف الوضع الراهن وقد ما فينا بمكاننا كل واحد يقدر يعمل المستطاع تنظبط الوضع تبع المحيط تبعنا. شكرا لك ساندرا خلات عبد النور مؤسسة ورئيسة جمعية بسمة لبنان ينعاد عليك. ميرسي ينعاد على الجميع. أصدقائي نحن متابعين معكم بريك ونعود. وبختام مشاكل وحلول رح نكون بأجواء الميلاد بزيارة قام فيها فريق عمل البرنامج لدار الرعاية الماروني بفرن الشباك ومع هالربورتاج بنختم حلقتنا لليوم مع معايدة لكل الأصدقاء يلي عم بيتابعونا مني ومن أسرة البرنامج. بشكركم وبشكر متابعتكم إلى اللقاء. من مدرسة سيدة السلام وحبينا كتير انه نجي ونزور هذا المأوى لانه بالعيد اهم شيء المساعدة والعطاء ونحن هيك بنعبر عن مسيحيتنا وكتير مبسوطين وعم نحس بالعيد نحن هيك بنحس بالعيد وهيدا هو فرح العيد بالعطاء والمساعدة والمسامحة وهيدا اهم شغلة. كلنا مثل بعض وكلنا يعني عيد الميلاد مش بس هدايا مش بس شايفة الحال مش بس انه نحط سابان ومغارة هي انه تساعد وقتها تساعد بتكون حطيت اكبر مغارة. المأوى كتير منيح
مهتمين فينا كثير، والله يعطيهم على هوا نيتهم فينا الكبار يلي جينا لعندهم وبيعتنوا فينا، الله يخلينا اياهم. المأوى بيتعب علينا كثير كثير، كتر خيرهم، شو بدنا نقول لهم اكثر من هيك؟ ينعاد عليهم بالصحه والعافيه. الله يخليكم طول عمركم عقبال كل سنة وينعاد عليكم يا رب. 85 سنة عمري أنا يا ابني، 16 سنة إني بهالمأوى، بطلب من الله يسعدني بس، الله في الله عندي بس. حبيبي أنت الله يخليكم، أنا أقعدي على الوزارة، أنا ما إلي حدا غير الله بس، أنا ما عندي حدا أبدا، ما بقول شيء أبدا للوزارة، أنا أحسب الوزارة أقعدي الدواء. أنا فيهم صعدها. أهلا وسهلا شرفتونا، أيوه وخضرت الدنيا لمن أنستونا، أيوه ونزوركم الفرح كما زرتونا. أكيد بدنا نعيد للعالم المستورة الفقيرة اللي محتاجة لحنية لرحمة لمحبة، أكيد هذا شيء مهم عنا تجاه ربنا، وربنا بوفقهم إذا في مساعدة ليش لا. بدنا سنة مباركة، عيد سعيد وسنة مباركة، كل هالشي اللي كان مر علينا بإذن الله والعذراء رح ننزع وانتهى الحرب، ورح رئيسنا يطلع بإيده، وهون المحطة تصير أحلى محطة. نحن عم نتفسركم كمان نساعدكم بمحبة يسوع والعذراء، هي عم تحط إيدها عليكم على مركزكم اللي قاعدين فيه. بحبكم كثير انا دايما بطلب لكم. نحن زرعنا الزرع اجى غير حصد، يا حسرتي عب القمح بعد بالنا. خلال هالثلاث اسابيع اللي كنت فيها هون عن جد قربنا اكثر من البيرسون اجي، وصرنا نفهمهم، صرنا نعرف انه نهتم فيهم، وانه بطل انه اكثر درس عملي، انه صرنا نجي نطبق عليهم، وانه عمل انساني كمان، انه اكثر نحن انه صارت اكثر من قصه انه بس جامعه، انه نحن تقربنا من البيرسون اجي وصرنا نفهمهم، وصرنا انه يعني قراب لهم اكثر، قراب انه مثل انه صار كمان اكثر عمل اجتماعي. هلا انه بالاخير انه كل العالم عندها ظروف، وانه كلياتهم تقريبا عندهم اولاد بكونوا مشغولين بالشغل وهيك، كأنه ما معهم وقت يمكن، بس انه بلاحظ انا مره جيت يوم احد لاحظت انه في كتير اولاد بيجوا بياخذوا اهلاتهم بيظهرون. هلا في منهم منهم مجوزين، اخواتهم وقرايبهم بيجوا شوي بيشوفون. هلا هو كهيدا ايه لازم يجوا اكثر، لانه بتحسهم انه لما نحن نجي لعندهم بحبونا وبعبطونا وببوسونا، وانه هن بتحسهم بحاجه انه حدا يكون معهم غير الادسوانيا غير الانفيرميار. لازم يكون في ناس، لازم يكون في متطوعين يجوا يقضوا يقعدوا نهار معهم ويحكون سيرون، لانه حرام هون يمكن في عدد قليل من الستاف مش عم يقدروا يضلوا معهم، تحسهم بحبوا يحكوا. اليوم بمناسبة عيد الميلاد وراس السنة بتمنى للجميع أول شيء السلام، ربنا يحط السلام بقلوبنا بعيالنا بمؤسساتنا بوطننا يلي هو أكتر شيء بحاجة للسلام. بهالدار نحن تقريبا في عنا 90 شخص، أكيد هالأشخاص يلي نحن بنخدمهم بمحبة، بنخدمهم بعطاء، ومنتمنينهم كل الفرح، ومنتمنينهم أنه يعيشوا هالحدث بسلام وبفرح. نحن يلي نحن كمان هون منخدمون بعطاء، أكيد هيدا البيت مفتوح للكل، منخدمون نحن بعطاء، منكون حدون بحاجياتهم بأشياء اليومية يلي هن بحاجة لإلها. نحن منحب يكون في التفاتة أكتر لهالمركز بهالوضع يلي نحن فيه بهالبلد، كمان نطلب من الجميع كمان يلتفتوا لإلنا لحجيات هالختيار يلي هو بحاجة لمساعدة، إن كان معنوية وإن كان بالفرحة وإن كان مادية وشو ما كان. أنا العذراء ماما بوتتني، قالت لي أنت بدك تضمك طيب مثل للعالم للحب للعطاء. جيت لهون لأنه مرتي ماتت وأنا وحدي، بدي أقعد مع الرهبات هؤلاء العذراء، وبعدين هؤلاء النرسات أولاد العذراء عم يخدمونا، لا بدي أقعد وحدي.
بدي جيت لعندهم لحتى احبهم ليحبوني ولا يخدموني وما ضايق اولادي ما ضايق في مأوى. انا لازم شجعهم. انا معي مصاري الحمد لله عم بصرف قد ما فيني وعم بعطي للختيارية للفقراء للايتام. انا وابني بالرعية الجمعية الخيرية. ما بينسوني اخواتي. كتر الخير ربنا. الله خلي اولاد العالم ويوفقهم ويعطيهم الامنية اللي بدهم اياها. ما بطلب الا الخير للغير. لما العمر سنين وبتعتق وبتبرد همة ماضي فوق رماد الجمر بتمرق نسمة فرحة بتوعي.